حياك الله أخونا سامي. هنيئا لك سيد فرحان ويهنيك، الله يبارك فيك. مبارك ونعمة من رب العالمين. وسأتي للعراق إن شاء الله، أجي العراق وتقابل بالأستاذ إن شاء الله. أنا أقدم لك الآن باسم القناة، جيتك إلى العراق ومسكنك على نفقة القناة، وأهلا وسهلا بك على نفقة القناة في حلك وترحالك الآن على المباشر. بالميتم. أيوة. الله يبارك فيك لك أخونا العزيز. تواصل ويانا وان شاء الله تكون تكون جيتك الى العراق ان شاء الله، نضعك بين عينينا. الله يبارك. شكرا لكم مولانا. شكرا رحمه يحفظكم يا رب ويسدد خطاكم. الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، جزاك الله خير الجزاء. شكرا لكم اخونا سام. يا الله يا الله يا رحمتك الواسعه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله ابو سلطان الحبيب، هنيئا لك استبصار، هنيئا لك استبصار الاخ، هنيئا لك استبصار الاخ، هنيئا لك، هنيئا، مبروك 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 ابو سلطان استبصار الاخ. ان شاء الله يوم تعطيني مجال، ولك تعطيني مجال، خلي هنيك بالعيد، خلي هنيك سالي كثير مسامع صوتك، ايش فيك متضايق؟ اسال الله العلي العظيم ان يوفق الاخ لخدمة محمد وآل محمد، وأن ينير دربه، وإن شاء الله عائلته في الطريق، وإن شاء الله يملأ الدنيا هذه من نور محمد وآل محمد، وإن شاء الله قلبك أنت يا أبو سلطان أتمنى لك الخير، الله يملأ قلبك إن شاء الله بموالاة محمد وآل محمد. وأنا عندي أمل ترى بيك، عندي أمل أنه يوم من الأيام تعلنها وتصدح بها بالولاء لمحمد وآل محمد وبالبراءة من معاوية ويزيد بن معاوية أمتك. تفضل أبو سلطان. يا حاج وعد الأخ أنت نسيت شيء يا حاج وعد، بالنسبة للأخ أنت ما كملت تشيعه، نسيت أنك تقول له عليه أن يلعن ثلاثا مساء وأن يلعن ثلاثا صباحا وأن يلعن ثلاثا الظهر، وإن وقع في الطريق أن يقول يا علي مظهر العجائب. إيه بعد يعني نسيت تعمل الله تعالى والدعاء لغير الله والشرك والعياذ بالله. أبو سلطان حبيبي، شوف أبو سلطان، أولا اللعن يا أيها الشيخ الفاضل، اللعن هي سنة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، موجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. والله العظيم يا أخونا هذا السنة عندكم في إن بل أن النووية أو مسلم بوب بابا أن النبي يلعن الناس بدون سبب، صحابة يلعنهم، يجي اثنين من الصحابة يلعنهم وبدون سبب، والله فاللعن سنة أخونا، ايش فيه اللعن؟ هذا موقف حصل مع النبي. لا ما هو موقف، لا هي إذا ما يا أخ أبو سلطان أسألك سؤال، النبي موقف مرة واحدة أكل دجاجة، يصير ناكل دجاجة لو لا؟ مرة واحدة أكل دجاجة. جاوب. الآن هرب 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 من الدجاجة، هرب من لكن النبي أكل يوم، اسمعني اسمعني جاوبني. ما أكل رسول الله ما أكل لحم الأرنب لأنها تحيض، فأني سنة. أصبر 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 أصبر، تركنا من الأرنب، قمت تقمز مثل الأرنب، خلينا موضوع موضوع. أنت مو تقول نسيت أنه علم على اللعن، ليش قمزت مثل الأرنب؟ خلينا على موضوع اللعن نكمله ونروح للأرنب. الآن أرجع لي على الموضوع، الله يرحم والديك شيخنا الحبيب أبو سلطان، النبي عندكم يلعن يلعن ولا لا؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف لزمت من الموضوع اللي يوجعه هرب. صاحب الخلق العظيم، وارض اللهم عن صحابته الذين آذروه ونصروه واتبعوا نوره أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، لي سؤال لفضيلة الشيخ علي. فضيلة الشيخ، أنت صار لك ساعة يعني أوردت ونقلت كلام علماء السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ما فهمت يعني ما هو سؤالك؟ أين الإشكال؟ يعني هو إشكالك هل هو اختلاف أقوال العلماء بهذه المسألة أم هو تضارب تناقض؟ أنا هذا اللي ما فهمته، يعني صار لك ساعة تحكي ما فهمت أين مغزى كلامك. أي أن العلماء عندكم مختلفون. طبعا أبو سلطان أنا هذه همسة في أذنك
أنه أنتم ما عندكم عقيدة واحدة اتفقتم عليها أبد. الله وكيلك عقيدة واحدة. أنا أتحداك الآن تعطيني عقيدة واحدة اتفقتم عليها أنتم اللي تقولون نحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان. أتحداك والله أمام الناس إذا جئت بعقيدة واحدة اتفقتم عليها الآن أغلق جميل. البرنامج الآن أمام الجميع جميل. قل لي شنو العقيدة وأغلق جميل. البرنامج يلا. جميل جدا يلا. جميل جدا رحم الله والدي. الشيخ علي منذ قليل وهو يسأل وينقل كلام العلماء نقل كلام ابن عبد البر رحمه الله وابن عبد البر جاوبه وقال له أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروه منهي عنه لا يجوز الحلف بها لأحد أحسن. وإن أردت أن تقسم أو أن تحلف احلف بالله أو لتصمت أحسن. فأندل على شيء يدل على أنه يا حاج وعد يا حبيبي عليك العافية سمعت أنك مريض والله ودعيت لك عن ظهر قلب. الله الله يبارك بيك رحمة الله على والدي. اختلاف العلماء في أمر فقهي ليس أمرا مذموما وليس مما نهوا عن الشرع الشريف بل أقر مثل هذا النوع من الاختلاف وجعل لكل مجتهد نصيب بل الاختلاف في الأمور الفقهية خلينا هو اختلاف ليس مذموم به بل هو اجتهاد لكي يستخرج السلام أفضل ما أقر به العلماء. زين لحظة لحظة أنا سجلت نقاطك. أنت تقول أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى منهي عنه. طبعا أولا اختلفوا في النهي هل هو نهي تحريم أو نهي من أجل التغليظ هذا أولا. اثنين اختلفوا على أنه شرك أصغر. خلا خدمك اثنين تقول أجمع العلماء وعلمائك ومنهم ابن تيمية ومنهم ابن حجر ومنهم العلماء يقولون أن أحمد بن حنبل وعلمائك اختلفوا في الحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وآله خاصة. فلو أن العلماء خلا خدمك مو دوري أنت مو تكلمت ليش تقاطعني أنت ليش ظالم. نقطة أخيرة لا خلا كمل الأولى ونرجع للثانية. أعطيك مجال شوف قاطعتني ليش؟ لأن أنت دنغوس بس تريد تكتم الوضع ما تريد الناس تعرف الحقيقة. أنت سجل نقاط الشيخ علي لأنه لا أريد مطالة يا حاج وعد. طيب تفضل أخو أسار جعلك شوف خربت الجواب مالتي. تفضل أخونا عاقل وناقل تفضل. أيها الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليك وعلى ابن عمنا أستاذنا ميثم الموسى وبارك الله فيكم وحي عن ظهر الغيب أخونا أحمد الإمام بارك الله فيه. والأهم من ذلك يعني وجودك يا حاج وعد في الشاشة نورت الشاشة بارك الله فيك ونقول الحمد لله على السلامة. الله سبحانه وتعالى يبعد عنك وعنا كل شر وكل ضرر وكل خطر ويلبسنا العافية إن شاء الله والعقيدة الصحيحة كما قلت والله بارك الله فيك. فقط رد يعني أحييك ونقول الحمد لله على السلامة والله بارك الله فيك ويسعدني والله بصعود قراءة الموالين بارك الله فيكم وربي سبحانه وتعالى يعطيكم ويرضيكم إن شاء الله بارك الله فيك والله يحفظك. فقط لكي يعني أحييك فقط ولا أريد إطارة. الله يرحم والديك مولانا جزاك الله خير جزاء وشكر لك على ما تقوم به رحمة الله على والديك. طيب تفضل أخونا محمد من فلسطين تفضل. أجواك تسمعني؟ إيه أسمعك من معي؟ السلام عليكم. ها؟ فؤاد من العراق. تفضل أول محمد وبعدين أنت فؤاد. أول محمد تفضل أخونا محمد من فلسطين. طيب الله يسعد مساك أول شيء الحمد لله على السلامة على الجوع. سلمك الله الله مولانا الله يبارك بيك ويحميك أيها الطيب الإنسان النظيف حقيقة بمعنى الكلمة شكرا لكم. الله يعزك حاج وعد. والله أنا بس اتصلت بدي عتبان شوي عليك والله وأمانة الله أنا حاب أحكي ليش اللي صار معي. يا الله أبو سلطان طب في عرضي بغلى غلط كلمة كبيرة في حكي على أمي وكان السيد ميثم موجود
ومشت الامور وانا مش فاهم كيف اجي. انا مش انا بقى واحد رخيص اذا الشكل ما برد له غلطه على امه لو كانت امه بعيد عنكم عاهره. انت 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 مكانك راقي ومكانك عالي، لا تهبط الى هذه المستويات يا اخونا محمد. والله يا حج وعد اني لحديت اليوم اني مغيوظ منه امانه الله. محمد اخونا اخونا محمد يطلع. محمد راح اسالك سؤال، راح اسالك سؤال. في نخله فيها عندنا افضل انواع التمر يسموه التمر البرحي، انا ما اعرف انتم افضل انواع التمر عند فلسطين. في نخله فيها تمر برحي، تمر البرحي تمر حلو من اجود انواع التمور. وفي الى جانبها نخله ما فيها الله وكيلك ولا تمره. ايهما التي ترمى بحجر؟ حج انا والله فاهم عليك، لو سبني لو سبني ما بزعل، اما بسب عطب في شرفي يا زلمه. امانه الله انه رخيص، وانا لحديت بقول لك مش فاهم انا ليش حكى هيك. النقاش عادي نحكي احنا. انا اسكت خلي يتكلم، اسكت تفضل تكلم اخونا محمد. ليش لو شتمني والله ما بزعل انا كلمك بعد. ليش اجيب الكلام؟ ابقى وياي، ابقى وياي ابو اخونا محمد، ابقى وياي ساتكلم معك ان شاء الله بعد حين. خلي اكمل هذا الموضوع وارجع لك، بس لا تغلق الهاتف بارك الله بك. ابو سلطان لا تتكلم بهذا الموضوع الا بعد حين. طيب تفضل اخونا فؤاد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحمد لله على السلامة حجي وعد. اللهم ربي حفظك، سلمكم الله. وسلامي للسيد الموسوي. الله يحفظك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله تبقى هاي القافلة الجر بالمتشيعين إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا هذا الأخ أحزده لأنه أنا الله سبحانه وتعالى أنا خلقني شيعي. وهذا أجر أكثر من أجرنا إن شاء الله. الله. نتمنى من عند الدعاء الكل شيعة علي بن أبي طالب. أي والله، لأن دعاء مستجاب هذا الرجل حقيقة، دعاء مستجاب. هذا بعد معاناة وبعد قراية وبعد جهد وبعد تعب وبعد تهديد الله سبحانه وتعالى هدى. فهذا أجر رحمة الله على والدي. هذا أجر أكثر من أجرنا. جزاك الله خير. يا ربي ثبت إن شاء الله. الله يرحم والديك أخونا فاشق على المداخلة.